في اللين وأطيب التمنيات مني ومن مخرج الحلقة سيمو مصور. أزمات كتيرة عم بتلحقنا يوم بعد يوم، منا المعيشية ومنا السياسية. كثار منا عم يشعروا بالعجز وبعدم القدرة على التحمل والصمود، والإحباط صار الحالة يلي عم تجمع كل اللبنانيين. الأسباب معروفة، ولكن هل من حلول؟ كيف فينا نتخطى هالمرحلة؟ وشو هي الخطوات يلي لازم نتبعها؟ هالأسئلة وكتار غيرها رح نحاول نجاوب عنهم بحلقتنا لليوم مع المعالجة النفسية كهار بلكجان. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. ومثل كل حلقة رح نتلقى مداخلاتكم وآرائكم عبر هاشتاغ مش فلين على تويتر وعبر أرقام صوت لبنان 01-325-5555 أو 76-611-005 وعلى واتساب 76-611-001. وفيكم تسمعونا على موقع الإذاعة الإلكتروني vdl.me وتشوفونا صوت وصورة على فيسبوك صوت لبنان Voice of Lebanon 100.5. كهر أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. بداية كيف فينا نوصف الحالة يلي عم نشعر فيها كنا كلبنانيين؟ مثل ما اليوم يعني كل الناس عايشين هالحالة الصعبة، بس بحب أقول إنه بتعرفي إنه نحنا صرنا يعني تقريبا أكتر من سنة بهالحالة، يلي بلش من الثورة، بعدين اجت الكورونا، بعدين صار الانفجار، وبعدين صار اللوك داون. يعني صعوبات كتيرة كانت على دربنا، والأزمات عم تتلاحق بشكل سريع، والأزمات عم تتلاحق وكأنها يعني يوم عن يوم في شيء جديد لازم أنا واجهه واتخطيه. يعني كيف ما بعرف. ففينا نقول إنه الوضع أكتر من صعب. مثل ما قلت الأوضاع الصعبة كتيرة، وممكن هيدي يعني هيدا الشيء ممكن مش بس يسبب لي تعب بنفسيتي أو تتعب لنفسيتي، لا ممكن تأزم لي نفسيتي. فمشان هيك يعني لنعيش بشكل طبيعي وبسلام نحن بحاجة لاستقرار، بحاجة لنحس انه زمام الامور بايدنا، ويلي نحن اليوم لا في عنا استقرار ولا في عنا هالاحساس انه زمام الامور بايدنا. بالعكس، زمام الامور ابدا منا بايدنا، كأننا نحن بسيارة والسيارة حدا عم بيسوقها ما بعرف وين عم بياخدني. فهيدي كتير بتأثر على الصحة النفسية والعقلية. و رح نحكي بالتفاصيل خلال أكيد. الحلقة بكل حالة بحالتها، ونحاول نخفف قد ما فينا على المستمعين وعلى اللبنانيين هالحالات يلي عم بيشوها. ولكن بشكل عام حالة الإحباط، هالإحباط الجماعي يلي ما بتحكي حدا من اللبنانيين إلا ما بتحسي إنه حاسس بالإحباط، كيف فينا بشكل عام نتخطى هذا الموضوع؟ هلا الإحباط هو مجموعة مشاعر مؤلمة، كالإحساس مثل ما أنت قلتي قبل شوي بالضيق والعجز. يعني ما في شيء بإيدي، ما فيني أعمل شيء، مش طالع شيء بإيدي. هيدا كتير بيأثر إنه أنا حس إنه خلص ما حياتي ما إلا معنى بقى. إذا أنا ما عم بقدر أعمل شيء حياتي ما إلا معنى بقى. هلا اكيد في نقط حابه اقولها بالحلقه، ما بعرف قديش بتساعد الناس، بس انه خلق روتين معين او مثلا اختار نشاط معين انا بحبه، whatever it is، يعني شو ما هو، كل واحد حسب هو أكيد شو بحب، حسب شو ما انا بحب واعمله كل يوم. نمي صداقاتي وعلاقاتي. فينا مثلا مش 24 ساعة أكون على السوشيال ميديا ولاحق الأخبار شو عم بيصير وأحكي عن هيدا الموضوع. بعدين في شغلة إنه الحكي السلبي والحكي الإيجابي هذا كمان بيساعد. مين هن الناس اللي أنا عم حوت فيهم؟ مين هن الناس اللي أنا دايما عم بحكي معهم؟ هل هن إيجابيين؟ هل هن سلبيين؟ قديش أنا خايفة من المستقبل؟ قديش أنا عندي هالهوس من المستقبل يلي أنا ما بعرف شو بده يصير؟ هيدولي كلهم إذا بنقدر نحكي عنهم رح نحكي عنهم بالتفاصيل، وكل خطوة كيف فينا نمشي فيها وكيف فينا نحلها. شعور بالإحباط معقول يوصل لكآبة شديدة وما يعرف بالديبريشن. مزبوط. وهذا الموضوع معقول عم بيؤدي لبعض الحالات
الانتحار أو محاولات الانتحار. أنا كشخص لما أكون حاس شو اللي بيحسه الشخص اللي معرض أنه يفكر بالانتحار، أي علامات مفروض ينتبه لها، وكيف لازم يتصرف بهيك حالات؟ هلأ إجمالاً أنا غير عن وضع البلد، إجمالاً المرضى يلي بيجوا لعندي كان عندي situations هيك إنه كانوا عم بيقولوا إنه خلص بدي انتحر. شو ما حسيت أنا، حسيت إنه بحسوا تقل على غيرهم، هاي شغلة. وشغلة تانية مثل ما قلنا قبل شوي، مش طالع شي بإيدي، وكأنه بتحسي إنه كل البواب مسكرة، ما في أي فرح بحياتهم. حتى مثلا أمه أو مثلا حبيبته ما بيحس بالفرح، بطل يحس بذات الإحساس اللي كان يحسه قبل. قبل ما في فرح، مش بس ما في فرح، ما في إحساس نيوترل، ما في إحساس، مش نيجاتيف ولا بوزيتيف، نيوترل. ودايما هو عبء، لشو أنا عايش؟ لشو مثلا أهلي بدون يهتموا فيي لو أنا ماني موجود؟ عبء ويعني قل منهم، عرفتي؟ هيدا هو الشيء اللي بخليني أنا أحس إنه خلص لشو لعيش، خليني أقتل حالي وأخلص من الموضوع وخلص يلي حوالي من الموضوع. ما في فرح، في تقل، ومش طالع شيء من إيدي. وأكيد الشخص شوي شوي بينعزل، بينسحب من المجتمع، بينعزل، بيضل لوحده، ما بيحب يظهر، ما بيحب يشوف أصحابه، وبيبلش دايما 24 ساعة يفكر عن الموضوع إنه كيف أنا فيني أقتل حالي. أوقات بيفوتوا على الجوجل وبيعملوا سيرتش كيف في يقتل حالي. هلأ كتير من الأوقات والحمد لله يعني ما عندهم هالجرأة والقوة يقتلوا حالهم، توصل للحظة بيرجع بيتراجع. مثلا إذا مثلا كان عندي مريض كان بيعيش بالطابق 10 يما 11، قال لي إنه عم بوقف على البلكون بس ما عندي القوة لزت حالي. فهيدي القوة المش كافية الحمد لله إنه ما عندهم إياها، عم بتكون رادعة، وإلا ممكن انه يعملوها. هلا كيف اللي حوالي ممكن يحسوا بهذا الشيء؟ كتير مهم انه الحكي عن الموت كل الوقت، ممكن خلص لشو، ما بدي، مش طالع عبالي، ما قالي جلادي، هيدول النيجاتيف توك كل دقيقه. وما بيظهروا بقى من البيت، ما بيهتموا بحالهم، بنظافه جسمهم مثلا ما بيتحمموا، بتحسي انه تغير، صار غير انسان. فهيدا الشيء دائما الاهل لازم ينتبهوا عليه. كيف فيهم يساعدوا؟ هل فيهم هن يساعدوا ولا لازم يلجأوا لمختص؟ هلا اول شيء انا فيني ساعد، قل له مثلا بتحب مثلا هلا بتساعديه بتظهريه مثلا مع اصحابه، او بتعزمي اصحابه لعنده، بتعملي لهم عشاء، بتعملي لهم غدا. بس اذا بتشوفي انه ما في تجاوب منه، ساعتها انا يعني بلجأ الموضوع انه تحكوا مع معالج نفسي، وتطلبوا من المعالج نفسي، صارت مره معي، انه يجوا على البيت اذا هو ما كان متقبل انه صار لازم يلجأ لحدا. إذا هو هلأ أكيد بدك تحكي معه وتاخدي الكونسنت منه إنه ما بيصير هيك، لازم نشوف حدا. وإذا هو قال أوكي، بتجي المعالج النفسي أو بيجي المعالج النفسي بالبيت على البيت، وبتشوف كيف فيها تحكي معه. وأكترية الأوقات للأسف يعني بدهم دواء حتى يطلعوا من هيدا الموضوع. أكيد هيدا مش شغلنا، لازم سايكاترست يجي، بس أول شيء أنا بفضل أنه تجي المعالج النفسي وتشوف الوضع كيف، وبعدين بتشوف كيف بدها تتابع الموضوع معه. الإحساس بالعجز أو الفقدان على السيطرة على بكل المشاكل يلي عم نمر فيها، كيف منتخطي؟ هلأ الإحساس بالعجز يعني عم بفكر ببي عنده تنقول 3 أولاد 4 أولاد، وماش عم بيقدر يأمن لهم أقل احتياجاتهم، يعني كيف بيقدر يتخطى هالأزمة؟ هلأ في مؤسسات، في NGOs ممكن أنه يروح يطلب مساعدة إذا مثلا أكيد معاشه ما عم بكفي. أو هلأ مثل ما بدنا نحكي بالبروغرام أنه في كتير ناس هلأ عم بتساعد بعضها، مش بالضرورة بالمصاري، ممكن أنه أنا أعمل شيء، مثلا جيب لعبة لولد أو شيء، يعني سبب فرحة بحياته. ما بعرف، يشوف كل الطرق، كل الطرق اللي بيقدر يستعملها، يخلي الأفاق مفتوحة على كل الاحتمالات. أنا كرمال ولادي بعمل كل شيء. تنقول شو هن الأشياء، شو هن المينز، يعني شو هن الطرق اللي أنا فيني أمرق فيهم ووصل للمساعدة، خليني أعملها.
بدي أذكر الأصدقاء المستمعين بأرقام صوت لبنان اللي عنده أي استفسار أو مداخلة بما يخص موضوع حلقتنا لليوم 01-32-55-55 أو 76-611-005 وعلى واتساب 76-611-001. تحدثت عن تقديم المساعدة للآخرين، لما نحن نساعد غيرنا عم نحط له شيء إيجابي بحياته، ولكن هذا الشيء هل له تأثير إيجابي كمان على حياتنا نحن؟ أكيد، لأنه مثل ما عم بتقولي خاصة الناس اللي محبطين أو مثلا عم بيقولوا أنه حياتي أكيد ما ألا معنى بقى، أنه مش طالع بإيدي شيء ومأزمة الأمور عندي، إنما إذا بساعد الناس أول شيء بطلع التركيز مني أنا، لأنه أنا 24 ساعة عم بركز على حالي، أنا مني منيحة، أنا مني مبسوطة، أنا مني أوكي، إنما إذا بشوف حدا بحاجة لشيء وأنا بقدر ساعده وبقدر أعطيه هيدا الشيء وبقدر سبب له هالفرح بحياته، بقول لا أنا حياتي بعد إلها معنى، أنا رسمت البسمة على وجه هيدا الشخص، لكن أنا خليني كمل تنقول بهالميشن، وخليني بكرة كمان أو بعد بكرة كمان أساعد الناس، أكيد مش بالمصاري، ممكن لعبة صغيرة، ممكن أي شيء هو بحاجة لإلها وأنا بكل سهولة فيني أعمله، هيدا الشيء أكيد بيساعدني أنا، بما أنا كمان بنبسط لما أنا ساعد الناس، هيدي السعادة أكيد، أنا لما استلم شيء بنبسط، بس لما أعطي شيء يعني هيدي السعادة هي أكبر بالنسبة لألي، أنه أنا خلص رسمت بسمة وممكن هذا شخص ما ينساني كل حياته. صحيح، نكون محاطين بأشخاص إيجابيين أو أشخاص سلبيين بحياتنا اليومية قديش له تأثير على نفسيتنا، قديش نجبر حالنا بمكان معين أنه نفكر بطريقة إيجابية، قديش كمان معقول يساعدنا، خصوصا أنه في أشخاص حتى لو حكيتيهم بإيجابية بالمرحلة الأخيرة بتحس أنه منهم قادرين يتحملوا حتى أنه يسمعوا كلام إيجابي. مزبوط، هلأ مثلا هيداك اليوم كنت عم بحكي مع حدا، كنت عم بقول أنه حتى يعني دايما أنا بفضل أقول أنه كتر خير الله بعدنا بصحتنا، رجع قال لي كتر خير الله عشو، صحيح هيدا يعني دايما عم نسمع كتر خير الله عشو، أنه ما في شيء بلبنان نقول كتر خير الله عليه، أنا بقول لا يعني بعدني بعد صحتي منيحة وعم روح على الشغل وعم بقدر أعمل كل شيء أنا كنت أعمله قبل، أوكي أزمة البنزين دولار الغلاء المعيشي أوكي، بس إنه نوعا ما حياتي بعدها عم تمشي مثل يعني مش مثل نفس الشيء أكيد، بس إنه نوعا ما بعدني ها يعني عم بعمل الأشياء اللي أنا كنت أعملها، أكيد كتر خير الله، ماني بالمستشفيات، ماني مريضة وبحاجة لحدا 24 ساعة يهتم فيي، بعد في فينا نقول بعد كتر خير الله، بس للأسف هلأ أنا كمان معهم أكيد، في للأسف هلأ الناس عم بيستفز هيدا الكلام عم بيستفزهم إنه لا ما بدنا ولشو كتر خير الله وما في شيء بلبنان بدنا نروح من هون مثل ما صحيح. اسم الحلقة، بس لا بفضل اللي هلا بدنا نحكي بالنقط إنه لا إذا بنهار بس نقينا شيء واحد منكون ممتنين كرماله أكيد أنا إنه بيفتح عيوننا على كتير أشياء، إنه لا في كتير اشياء لازم نحنا نقول كتر خير الله عليه، وكمان بس بدي اقولك انه الناس كمان عم بتروح لاقصى الحدود على السلبي، مثلا عم بتقول ليش هيك ونحنا لامتى بدنا نضل هيك شو هالقدر الاسود، 24 ساعة بتحسيهم بنفس الكلام، وبس تكوني معهم بعد ساعة ساعتين بتحسي مريضة. قديه 100% قديه هيدا السلبية او الايجابية مع الاشخاص اللي حواليك قديه كمان بتأثر عليك وعلى نفسيتك، يعني الابتعاد يمكن عن بعض مزبوط. الأشخاص بفترة معينة معقول يقدر كمان يكون مزبوط أكيد بيساعد، مثلا تنقول أنه أنا لا إيجابية ولا سلبية نيوترل لنقول، بس تروحي عند هيدول الأشخاص ويعبولك عقلك بهيدول الأشياء السلبية أنه لحن ولقيتي أعظم ونحن لأمتى بدنا نضل هيك، بتحسي أنه هيك معبقة بدي أطلع من هون، وبتروحي على البيت هيك مهمومة وشو بده يصير، بتقولي أنه أنا ما كنت هيك شو صار؟ اوكي شفته لهيدا الشخص وبلش يحكي لي عن هيدا، اوكي لكن بكره بس شوفه بدي احاول انه هيدول الكلمات ما ياثروا علي مثل ما اثروا علي، لانه هي صارت معي كذا مره
انه كتير عم نسمع هيدول الحكيات وبس عم نروح على البيت عم نقول انه ليش انا فجأة مزاجي تعوكرت. فبتتذكري انه انت كنتي مع هيدا شخص وهيدا شخص كلامه سلبي اثر عليك. مداخلة عبر الهاتف، تفضل مين معنا؟ الو بونسوار، اهلا وسهلا فيك. يسعد مساكي ومساك ضيفتك كريمة. شكرا. وزعل صوت لبنان. نعم تفضل. شو بدي اسألها انه في ناس عم بيروحوا مش من انه عم بيهربوا من هالدولة اللي عندي انا 4 اولاد شباب علمتهم وهذا ما عم رح فل انا لانه عملوا لي تعب بابا يلا انت وامك وتعمل عنا. قلت له ما رح فل بي انا بتضل بلبنان وبترجعوا عم بخصوهم يرجعوا وخسروا كل مالهم هون بالبلد. 21 سنة كل واحد مقترب ولادي اجوا قلت لهم تعالوا بدنا نعمل اشترينا ارض عمروا مشروع وباعوا وحطوا شو باعوا وين حطوا المصريات بالبنك بدي يعملوا مشروع تاني راحوا يجيبوا مصريات ما عم بيعطوهم مصريات. قال لي يا بي خربت لنا بيتنا. قلت لهم بي معلش المهم عالكم معكم وبعدكم بعالكم وبعدكم ب يعني الله المال بيروح وبيجي. نعم الرجال هي بتجيب المال يا بي مش المال اللي بيجيب هي وطننا هذا وانا نضلنا فيه. بقى شوفي كيف بالوضع يعني هيدي لو تشوفي انا كان عمري 20 طلعت من المدرسه ما تعلمت اولادي علمتهم كرمال ما تعلمت. وين تعلمت انا؟ تعلمت عند الارمن على الصيف بوجه بيت الكتايب. ضليت 8 سنين بوجه بيت الكتايب على زم الله يرحمه الشيخ خبير الكبير الله يرحم ترابه كان عنده صدرية على شاحة البرج. كان بيطلع يتمشى بين العالم ما اليوم في شي نابس بيتمشى بين العالم كان يصبحي قال لك بونجور بونسوار. شكرا. ما بيسترجي واحد يتمشى من هالزعمة هم ما بيستحد بصار انفجار ببيروت ما حدا نزل قال له شو بدكم اللي بتجي ويجي تبع فرنسا لعنا كيف هالبلد هاي يعني كيف بدي اعمل؟ شوفي شو ستي حتى انا عمري 85 سنه عم بحكي معك معلش لا تغذيني عمري 85 سنه. قالت لي ستي عودي عبدي لا بضرك ولا بنفعك قومي عبدي شعا الله بيرجو اللي بده يقعد ما خلى الواحد بده يضل يحشر ما بيحشر بده يفتش على رجلته بده قوم يشوف وجه الله. شكرا يعني نعم حبيبتي شكرا لك. وليد بعتنا على واتساب أنا دمت على الانتحار عدة مرات وبالنهاية وجدت البديل وكل من يقدم على الانتحار يريد بديل. هذه تجربة على الموضوع اللي كنا عم نحكي فيه اللي هو موضوع الانتحار. قديش مهم الشخص اللي عم بيفكر بالانتحار يلاقي هدف آخر لحياته عن الهدف يمكن اللي هو كان راسمه. هلا اجمالا يكون عندي اي هدف بحياتي كتير بيساعدني انه يكون عن لحياتي معنى. اذا انا بحياتي ما عندي هدف معين عم بروح تجاهه معناتها ما في معنى لحياتي. فحيالله هدف بتحطه بحياتك مثلا تنقول مثل ما قلنا قبل شوي مساعدة غيرك او تفوت بان جي او كمتطوع مش كشغل يعني كمتطوع وتشوف هونيك حاجات الناس قديش بحاجة لإلك وتشوف كل يوم انه قديش هن ناطرينك وناطرين مساعدتك ترسم بسمة على وجهك ممكن مثل ما قلت انه يطلع التركيز منك. بس إنما إذا هو فايت بحالة إحباط ويأس وعم بفكر بالانتحار لازم أول شيء قبل ما يعمل هيدول الأشياء يتعالج لحتى بعدين يفتحوا عيونه ويقدر يقرر ويفكر بالمنطق إنه أوكي هلأ شو فيني أعمل بحياتي لما يرجع يوقع بهالحالة مرة مزبوط. اتصال إضافي مين معنا؟ ألو بونجور معكم الياس حبيب. أهلا وسهلا. أنا إنسان ضرير من ولادتي وبدي أقول لأنتو أكيد الدكتورة بتعرف أكتر مني هو الأعمى مش أعمى العين أعمى القلب. فبالنتيجة إذا بدنا ناخد الأشياء فيك تاخد نص الكباية الإيجابي الملين إذا كنت متفائلة وإذا سلبية بتاخد نص الكباية إذا سلبية بتاخد نص الفاضي. المهم أنا اللي بدي واصل الفكرة انه انا مثلا انسان ما بشوف من ولادتي اذا بدي افكر واقعد اقول انا ما بقدر اعمل شيء وانا ما بيطلع مني شيء وخاصه هالبلد هيدي انه فكر فل اكيد لو صار يفل بفل بس انا مش صير يفل هلا
فمنشان هيك علينا انه اكيد بدنا نتعاون مع بعضنا ونحط ايدينا مع بعضنا ونتكل على ربنا. واكيد على ربنا بيقول قوم يا عبد لا اقوم معك. انا بقول لكم ميرسي هالبرنامج الحلو الرائع يلي كلمه مش فالين. ميرسي لمدام يارا متى وميرسي للدكتوره العلم النفس عم بتضيعوا من وقتكم، مش عم بتضيعوا وقتكم يعني لا بالعكس عم بتشاركونا وعم بتخلونا انه نفتح نوصل صوتنا عبر الاذاعه الكريمه، لانه هن طلع الانفجار واخر همهم يعني كانه ما صار شيء. وبالمناسبه معلش لان انتم عم بتقولوا مش في، انا اول مره بسمع هالبرنامج عم بتقولوا حضرتكم انه مش فالين، انا بدي اقول لكم باكد ما دام انتم عم تقولوا مش فالين انا بدي اطلب من حضرتكم. انا عندي سديات تراتيل عم بيعون نعم. وهالسديات هني مردودون لإلي انا ولاختي لان عندي اختي ما بتشوف. فاي حدا بيحب انه يتواصل معي يعمل معروف يحكيني على 03-131-561 اسمي نعم. الياس حبيب. ميرسي لمدام يارا ولا أهلا وسهلا دكتورة معرفة اسمك كمان دكتور كهر بلتجان. أوكي thank you. أهلا وسهلا فيك. اتصال إضافي من معنا. بونسوار يعطيكم العافية. تفضلي معكم سابين. تفضلي سابين. أنا أحب يعني شارك برأيي بس أنا رأيي مختلف عن رأيكم. تفضلي. يعني بدي أقولكم أنه إذا نحن هلأ سكتنا مثل ما عاملين صار لنا سنين رح نتأقلم مع الوضع وهذا الشيء اللي نحن ما بدنا إياه. بالعكس أنا بلاقي مفروض نحكي أول شيء لو بين بعضنا بتكون فشة خلق. ثاني شيء لازم نحمس بعضنا تنقدر نتحرك بعدين. ما معقول يعني نقول يلا معلي ومنيح صحتي منيحة أنا وماشي الحال. أنا هيدا رأيي وبالعكس لازم نشجع العالم إنه يحكوا وفي حقوق لإلنا رايحة بهالبلد لازم نحكي عنها مش لازم نسكت. والحكي السلبي هو فشة خلق يعني إذا أنا أصحابي مش أقدر أحكي معهم هالحديث ما في يكون الحديث إجابة. أنا عايشة ببلد كتير سلبي هلأ بهذا الوضع. هيدا رأيي إنه بالعكس لازم نحكي أول شيء بين بعضنا وتاني شيء لازم نتصرف نحكي تنتصرف. صحيح. شكرا لك. هل من تعليق على قلت صبيه؟ مزبوط اكيد مع حق 100% وانا كتير بشجع الفشة الخلق وكتير اوقات اصحابي بدقوا لي وبيقولوا لي كنت واقف على الصف على صفة البنزين وما بعرف شو وانا معصب كتير واكيد انا معكم 100% بس انه بدنا نفرق بين فشة الخلق والسلبية الدائمة. مزبوط. الفشة الخلق شيء ونهاري قضيه كل نهار أنا عم بحكي عن أشياء سلبية وسبب الجو السلبي للناس اللي أنا محيطة فيهم لا. فشة الخلق شيء واخلق جو سلبي لإلي ولغيري شيء تاني. يعني أوكي أنا مثلا عندي هلأ تنقول عشاء مع أصحابي لنقول اوكي اول 10 دقايق اكيد بفش خلقي وبقول هيك صار ورحنا وما صار ما مش الحال بس خلاص بعد ربع ساعه ننقل من الموضوع سبب هالعشاء اللي هو الايجابيه إيه؟ وتغيير مش كل العشاء ما يصير هيدا الموضوع السلبي. صحيح. انطلاقا من هيدي النقطه عم نشوف على مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الاشخاص بكونوا سهرانين بكونوا ضاهرين بحطوا هيدول الصور على مواقع التواصل الاجتماعي وعم تختلف الآراء خصوصا بالأسابيع الأخيرة حول هيدول الأشخاص. البعض بيعتبر أنه ما عم بيحسوا بغيرهم اللي هن منهم قادرين يظهروا منهم قادرين يرفهوا عن نفسهم والبعض الآخر بيعتبروا أنه هيدول الأشخاص عم ينشروا الإيجابية. شو رأيك بهذا الموضوع؟ هلأ يعني حرية التعبير هو دايما يعني كلنا عنا حق انه نعبر رأينا بالطريقة يلي نحنا منرتاح فيها. هلا انا ولا نهار كان عندي مشكلة انه حدا ينزل صورة او مثلا هو عم يسهر او عم يظهر او عم يتعشى بس هالفترة بالذات كتير حساسة. يعني في ناس عم بتقول انه في عم تستفز الناس هيدول الصور ممكن انه تستفز الناس ممكن انه انا واقفة بالصف بصفة البنزين وفجأة شفت مثلا حدا منزل صورة انه هو ما بعرف بفريا وعم يتغدى
أكيد بده يستفزني هلا أكتر من قبل، ممكن إنه هيدا الشيء يستفزني. فشوي خلينا ننتبه لهيدا الموضوع، بس إنه مش نوقف حياتنا ونكون هيك بحداد تام وما ننزل أي صورة على السوشيال ميديا. أوكي أنا ما عم بقول إنه أنا ما عندي أبدا عديمة من الإحساس عن هيدا الموضوع، لا، بس العكس كمان مش صحيح، لازم يعني عمل توازن، يصير في بالانس مزبوط. الأشخاص اللي ما عم بيقدروا يظهروا عم بيضلوا نحسين بشعور الوحدة، إن كان هلأ بسبب فيروس كورونا اللي رجعت الأرقام تطلع، ولا إن كان بسبب الظروف الاقتصادية والمعيشية اللي عم تمنعهم إنه يظهروا هالإحساس بالسلبية والإحساس باليأس بمكان معين، عم يشعروا بالوحدة. كيف فينا نطلع حالنا من هالشعور بالوحدة بالقصص اللي متاحة قدامنا؟ مثل ما بدنا نقول بالنقط، إذا في أي نشاط أنا فيني أعمله أنا وولادي، لنقول أكيد نحن عم نحكي عن العيال اللي عندهم أولاد، والولاد كمان بهالفترة كتير عم بينحرموا بكتير كتير أشياء، مش عم بيعيشوا طفولتهم، لا عم بيظهروا ولا عم بيروحوا، ما عم بيعملوا شيء. فمثل ما بدنا نحكي بالنقط إنه إذا منخلق روتين معين كل يوم، مثلا بعد الظهر نحط ساعة لكارتون لشيك، نجتمع كعائلة إذا بيصير ما بعرف، ونحضر هالكارتون، أو مثلا كل يوم أحد نظهر بعد الظهر، مش ضروري لمطعم، مش ضروري، ممكن لمول، ممكن لمحل مفتوح ما في خوف الكورونا. يعني هلأ للأسف نحن ما عنا كتير محلات هيك بلبنان، بس إلا لين وجد هيك محل إنه ناخد الأولاد، ممكن نروح على دبي، وإذا عندهم بسيكلات مثلا بالبسيكلات. الأساس اللي ما بتكلم الأشياء اللي بس أبسط الأمور، إذا عن جد حدا بده بيقدر يعملها، إذا حدا عن جد بده ويفكر عن الموضوع بيقدر يعملها، وياخد أولاده نص ساعة أو ساعة، وأكيد الأولاد بده تتغير مزاجهم. يعني الاطلاع الدائم على الأخبار يلي عم بتصير بالبلد والأزمات يلي عم بتصير بالبلد، هل هو عامل أساسي عم بيأثر على حياتنا النفسية؟ وخاصة بدي خص بالذكر بمعرض حديثنا الأشخاص اللي مكان عملهم ما بيسمحلهم يبتعدوا عن الاطلاع بالأخبار، مثل الصحفيين. يعني كتار بيقولونا أنه بعدوا عن الاطلاع الدائم على الأخبار، ولكن في بعض المهن ما فيك تبتعدي عن يلي عم بيصير بالبلد. شو رأيك بهذا الإطار؟ هلا الأشخاص العاديين مثل ما قلتي ممكن إنه أي دقيقة أنا سكر التلفزيون أو سكر الراديو وقول خلاص ما بدي بقى اتسمع شو عم بيصير بالبلد، وأعمل هيك جولة حالي وابعد عن كل شيء. بس للأسف مثل ما قلتي الصحفيين والناس اللي دايما شغلهم بالسياسة أو بالأخبار اللي عم بتصير بالبلد ما بيقدروا، ما عندهم هالرفاهية مثل ما بيقولوا. يعني مثل الجراح يلي بده يعمل عملية، وممكن انه هيدا الانسان يلي بده يعمل له العملية هو خيه، فقديش بده يوقف احاسيسه. هلا اكيد بدها تتأزم نفسيتنا بمحل معين، بس ننتبه على حالنا نحن لما منكون يعني بالوضع بالأزمة. مثلا انت لما رحتي وكنتي عم تصوري او ما بعرف عم تتابعي اخبار عكار، لنقول اكيد انأزمت نفسيتك او تأثرتي بهيدا الموضوع، بس انتبهي لحالك، لنقول انه بعد شهر او بعد جمعتين او بعد ثلاث جماع بعد الاشياء عم يعني بعدك عم تتذكري بوضوح شو صار، وبعد هيدا الشيء عم بيسبب لك الاحساس ذاته أزمة بنومك بأكلك بطريقة حياتك. إذا إيه، لكن هيدي معناتها أنه لازم أنت تحكي يا جلسة يا جلستين مع معالج نفسي حتى تقدري تطلعي منه. ذكرت حادثة عكار، وخاصة بعد هيدي الحادثة وللأسف بالأيام الأخيرة في جملة كتير عم نسمعها، هي حياتنا صارت رخيصة وبلا قيمة. وين خطورة هيدا الموضوع؟ حياتنا صارت رخيصة وبلا قيمة، يعني
كتير ناس هلأ عم بيقولوا هيك تعابير وما هون حق 100% كرمال البنزين، عم بتموت الناس وبالانفجار قديش ماتوا وبعدهم عم بيموتوا كل يوم. للأسف حياتنا فعلا صارت رخيصة، بس مثل ما بدنا نقول بالنقط، ما نفقد الأمل وما نفقد الصبر وما نفقد يعني ما في متعة للحياة حتى أقول متعة الحياة، بس إنه ممكن إنه هيدي مرحلة يلي هي ما بعرف قديش طويلة، بس أنا أكيدة إنه بدها تمرق وبدنا نروح للمرحلة الثانية إن شاء الله تكون أحسن من هيك. مداخلة إضافية عبر واتساب لرقم بيخلص 592، تفضل. ألو، بونسواركم، يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك. وبونسوار للدكتورة. أنا طبيب فيزيائي، عشرت ناس حاولوا الانتحار. هي في شريحة من عامة العالم أو الشعب بنقسمه يعني لأقسام، مش كل واحد بينضغط بحياته بيقبل على الانتحار، هاي أول شغلة. في استعداد وراثي لو بسيط، في ضغوط نفسية أو عندهم اضطرابات نفسية كتير قوية بتعرضوا خلال حياتهم ومسيرتهم للضغط، فبوم واحد بنقول بيقدم على الانتحار، هاي نقطة. وأنا كمان في شغلة بيكون إياها، مثلا واحد بده ينوي الانتحار من طابق العاشر عم بده يكب حاله بعد ما قرر يكب حاله، إذا إجا واحد من وراه ودقره بيرجع لورا ما بيكب حاله. ليه؟ لأنه عندنا هالدماغ اللي عنده الدفاع، مثل ما بتكش دبان الدماغ قال لك كشيها، مش أنت كش أعطيتي أوردر لتكش الدبان عن عينك. فهيدي اضطراب نفسي، مش كل العالم تنضغط هي بتنوي على الانتحار أبدا. أنا بعتقد مع خبرتي يعني معاشرتي مع العالم، الضغط النفسي الهائل بولد ممكن حالة انتحار، وخاصة البيئة الحاضنة. فنحن بحاجة لبيئة حاضنة للناس اللي عندهم اضطراب نفسي، عندهم عصبية، انه يضلوا عطول باستمرار بمعالجة، حتى لو استدعي الامر انه يروح عند معالج نفساني. وانا هون بدأ للشعب اللبناني، المعالج النفساني مش معناتها انت مجنون او انت مريض، بالعكس الطبيب بيشوف مشكلتك انت ما شايفها، هيدا الفرق بس بين طبيب النفسي وطبيب ثاني. هاي القصة كلياتها. ميرسي لكم كثير. في نقطة كثير مهمة يتحدث عنها اللي هي النقطة الأخيرة، الخوف من اللجوء إلى المعالج النفسي. هلأ أنا حسب خبرتي حسيت أنه بعد الانفجار هيدا الخوف وهالستيغما انه عايب وهيدول الاشياء شوي خفت، ولا شو؟ وكتير اشخاص بتساليهم بيقولوا لك انه لا هيدا الشيء ما له طعمه. ايه، انت فيكي تساعدي حالك وانت ذكيه وانت معلمه، فيكي اكيد تغيري حالك. كتير بسمع اكيد هيك اشياء انه انا امي ما بتعرف لانه اذا عرفت بتقلي هيك، او بيي ما بيعرف. بس قبل كان اكتر، هلا شوي قل، بس بعد فيه هالتفكير، فيه بعد موجود. بس بعد الانفجار لما حسيت، لما شفت كمية الناس والولاد يلي اجوا لعندي، حسيت انه لا، بلش شوي لبنان يتقدم بهالامر انه لا نلجأ. للأشخاص اللي بعدهم عم بيفكروا هيك شو بتقولي له؟ في كتير اشياء انا ما فيني ساعد، حتى انا شخصيا في كتير اشياء انا ما فيني ساعد حالي، حتى ولو اذا انا معالجة نفسية في كتير اشياء انا ما فيني ساعد حالي، بدي حدا يلي هو عنده تنقول خبرة أكتر مني، ممكن عنده خبرة 20 سنة 30 سنة بالسايكولوجي حتى يساعدني ويقول لي إنه لا أنا هون عم فكر غلط، أو ما بعرف اتبع معه لعلاج خاص حتى أنا أقدر من هالأزمة اللي أنا فيتي فيها. لنقول بالحكي وبالتفكير ما فيي أنا جلس حالي، بدي بحاجة لحدا تاني بروفيشنال حتى يساعدني. ببعض التحركات اللي عم بتصير بالشارع، البعض عم يلجأ للعنف، وببعض الأحيان للعنف المفرط، كان بالتكسير ولا كان بكل القصص اللي عم نشوفها. كيف بتقيم هيدا الموضوع لما يلجأ الواحد يوصل لمرحلة غضب يصير عنفه؟ هلأ ما بدنا ننسى أنه اليوم الناس قاعدة على أعصابها مثل ما بيقولوا، حيالله شي بتستفزهم، حيالله شي بتعصبهم، وما عن حق 100%. بس وكمان قلنا انه حرية الرأي كمان حق كل انسان، بس هل وضع مثل ما انت عم تقولي انه عم بيروح للأجريشن، يعني عم بالتكسير وبالهيدا؟ هلأ هيدي شفناها بلشت بالثورة، شفناها على الطرقات وكل شيء. ممكن انه اكيد هيدا هو غلط، هيدا شيء غلط، انه التكسير والعمل اللي بيسبب الأذى للغير
هو غلط أكيد. مثلا فيني أقول إنه أنا يمكن كنت عم فكر أنزل على الثورة، بس لما شفت هالشيء على التلفزيون قلت خلص لشو لا أنزل، يمكن إنأذى أنا من بسبب حدا عم بيأذي أو عم بيكسر. شو صار؟ أنا ما قدرت أنزل على الثورة وما قدرت أعبر عن، ولكن منه مبرر بمكان معين هاللجوء إلى هيدا الغضب لما عم بيكون هالإنسان هالقد حاسس بغضب. مش مبرر هالغضب يلي حاسه؟ إذا هلأ لما عم يأذي غيره لا، طالما أنا عم بأذي غيري أو عم بأذي حالي لا منه مبرر. بس إذا أنا عم بعبر عن مشاعري وعن أفكاري بغير طريقة يلي ما بعرف شو هي، ما بعرف بالكتيبة أو ما بعرف اطلع لايف على الإنستغرام أو على الفيسبوك وأحكي عن مشاعري وعن أفكاري أوكي، بس لأنه أنا عم كسر أو لأنه أنا يمكن بطريقة ضرب أو شيء أذيت ولد أو أم أو بي لا أكيد مش مبرر. بيقولوا الصبر مفتاح الفرج، قدي بكل هالظروف اللي عم نمر فيها بعد بتصح هيدا المقولة؟ هلأ اليوم الصبر مفتاح الفرج، ممكن كمان تستفز الناس ويقولوا خلص صبرنا انتهى من زمان انتهى، واليوم قبل بكرة مثل ما البروغرام اسمه نحنا بدنا نفل، وأي باب ينفتح لنا مش فلين. رح نروح، بس أكيد نحنا مش فلين وضالين، رح نضل هون لآخر عمرنا مثل ما أنا بقول، رح أنا خلقت هون ورح موت هون. هلأ ما بعرف كم شخص هلأ بيعصب من هالحكي، خلقت هون ورح موت هون، لو شو ما صار رح دل هون. الصبر مفتاح الفرج، وبس خلينا نتذكر انه بعرف انه كتير صعب، بس ما في شي بيضل مثل ما هو للأبد. ما بتصور انه انا اخر عم واصلة لاخر عمري وبعده لبنان بنفس الوضع وبنفس الازمة وبنفس الشي. فالشي الوحيد يلي انا بوثق فيه هو التغيير. The only constant thing is change. وكل يوم في تغيير، وممكن انه شي نهار تتغير ويصير بدل التغيير السلبي يصير تغيير ايجابي. وبعرف انه هلا ما في بايدنا شيء، بس ممكن انه بعدين يتغير. وبس بدي اقول انه كمان ما نفقد الامل مع الصبر، ما نفقد الامل، لانه اذا فقدنا الامل منكون عم نعيش بس نحنا ميتين. ما نفقد الأمل، ومجرد ما نسأل إنه هل يا ترى بكرة بده يصير أحسن، هيدا السؤال ممكن يحط لي بصيص أمل فيي إنه ممكن. شو النصيحة الأخيرة يلي بتحب توجهيها لكل المستمعين يلي عم يسمعونا؟ بدي أقول إنه بعرف إنه هلأ كتير صعب الوضع، كلنا عم نمرق بنفس الأزمة، وممكن هيدا شيء يساعد إنه نحنا كلنا بنفس الأزمة. بس كيف نحن تخطينا الصعوبات؟ ممكن قبل 10 سنين أنا كان عندي أزمة نفسية، كان عندي أزمة ببيتي، كان عندي أزمة شخصية، كيف أنا تخطيت هيدا الشيء؟ اتذكر المشاكل اللي كل المشاكل وكل الصعوبات يلي أنا تخطيتها، وبأي قوة تخطيتها، وكيف رجعت وقفت على إجري وكملت حياتي. ممكن هيدي كمان أزمة مش ضروري نفسي شخصية، البلد كله عم يمرق منها، بس كيف تخطيت الصعوبات بحياتي؟ ممكن اليوم كمان اتخطى هالصعوبة وارجع اوقف على اجري وكمل بالامل وبالصبر. اكيد المعالجة النفسية كهار بركجان، شكرا لحضورك معنا. مستمعينا شكرا لمتابعتكم، وما تنسوا تبعتونا اقتراحاتكم وارائكم عبر هاشتاغ مش فدلين على تويتر، وما تنسوا كمان ترجعوا تتابعوا اعادة لهالحلقة بعد موجز 10:15 ليلا. تحية من مخرج الحلقة سيموم صور ومن نيارة متى، على امل اللقاء الاسبوع المقبل بحلقة جديدة ومواضيع جديدة، ودايما عبر هوا صوت لبنان، صوت الحرية والكرامة. Okay.